انا دلوقتي هشرح ازاي تنزل فيلم او مسلسل وتتفرج عليه وهو بينزل، ما تستناش عبال ما ينزل بعد كده تتفرج عليه. بس في حاجتين مهمين. اول حاجة يكون المسلسل او الفيلم لما تيجي تنزله نزله بالبراوزر اللي هو المتصفح جوجل كروم فايرفوكس، وما تنزلهوش باي دي ام اللي هو انترنت داونلود مانجر. وتاني حاجة، اهم حاجة يكون الملف اللي انت بتنزله ده يكون بامتداد فيديو ار ام في بي اي في اي، ما يكونش امتداد وينرار مضغوط يعني. بس كده هنيجي ننزله دلوقتي. اخترت سيرفر، تمام اهو بدأ ينزل. هو هينزل عندي على الديسكتوب اهو زي ما انتوا شايفين، اهو نزل. اضغط عليه اهو فتح اهو، وهو دلوقتي بينزل يعني لسه ما نزلش، وبتفرج عليه وهو بينزل. بس في حاجة اخيرة، لو هو نزل الايكون بتاعه ما فيهوش علامة ريل بلاير او علامة اي برنامج تاني، حاول تعمل له اوبن ويز لأي برنامج بيشغلك فيديوهات عندك. أو شكرا.